الرحمن الرحيم. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن مهمة المسلمين في العراق وفي خارج العراق سواء كانوا في إيران أو غير إيران هو إسقاط البعض، لأن الأمة إذا أرادت شيئا فكلمتها هي العليا، والأمة الإسلامية تريد تكون الحكومة الإسلامية الصحيحة في العراق بإذن الله تعالى، وهذا ما نعمل من أجله ونصب إليه جميعا. السعودية عميل صريح، والعراق عميل الغرب صريح. إن الواجب علينا استمرار الثورة في العراق، وذلك بأمور: الأول، الواجب علينا فضح البعث. البعث كما تعلمون جاء به بريطانيا وإسرائيل إلى الحكم، ورئيس البعث ميشيل عفلق وأكرم الكوراني ليس مسلمين ولا عربيين ولا عراقيين، فهم عملاء بريطانيا وعملاء إسرائيل وبالأخرى عملاء أمريكا. فإدارة العراق الآن بيد الإسرائيلي البريطاني الأمريكي، وهذا واجب فضحه على كل واحد، لأن البعثيين جاءوا بثوب تقدمي ليخدعوا الناس ويكذبوا على الناس، وقد خدع بهم كثير من الناس فظنهم عربا وظنهم وحدويين وظنوا أنهم اشتراكيين، بينما كان كذبا وزورا. الواجب على كل أحد في قلمه في خطابته في تحركه فضح البعض، وأن هؤلاء غربيون إسرائيليون بريطانيون أمريكيون. هل إدارة المثلثة هي التي تدير بعث العراق؟ وفي كثير من سفارات العراق إسرائيليون مباشرة، يعني رجل إسرائيلي واسمه مثلا ساسون أو حسقيل أو عزرا أو ما أشبه غير اسمه إلى سامي وثامر وما أشبه، ودخل في السفارات العراقية. مثلا إني أعلم إن في سفارة الكويت بالذات أكو إسرائيليين، إسرائيليين باسم العرب، وكذلك في كثير من سفارات الخليج. في سفارة العراق في السعودية هذا العمل مكرر، وفي سفارة العراق في باكستان هذا العمل مكرر، وفي سفارة العراق في البحرين هذا العمل مكرر. يعني إسرائيليون باسم العرب يديرون البعث. هذا يجب أن نفضحه نحن، ونفضح دور إسرائيل ودور بريطانيا كهندرسن وما أشبه، ودور أمريكا في الجهاز البعثي العراقي. كما لا ننسى أن للسواك الإيرانية أيضا الذين كانوا في زمان الشاه المقبور دور كبير في السفارات العراقية وفي الإعلام العراقي. وقبل سنوات وقرأت أنا بالذات أن الذي يدير جهاز الإعلام في العراق عين رجل إسرائيلي خريج من الجامعة العبرية في إسرائيل
واسمه تاريخ، هذا يدير أجهزة إعلام العراق، يعني هذا هو الذي يسب المسلمين، وهذا هو الذي يستهين بالمسلمين، وهذا هو الذي ينطق باسم البعث، وهذا هو الذي يأخذ بزمام الإعلام، راديو تلفزيون صحف العراق. الواجب علينا فردا فردا فضح هذا الشيء، لأن فضح العدو نصف الغلبة. هؤلاء مو عرب، طارق حنا عزيز مسلم وهو كافر بعثي صهيوني صليبي، وكلكم تعلمون هذا الشيء. أو عفلق عرب، أو أكرم الأهوراني مسلم، أو شبل العيسمي مسلم، أبدا أبدا. هؤلاء كفرة وعملاء وأسوأ عملاء. أما صدام فشرطي لا أكثر ولا أقل، وعبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا تقدما ولا تأخرا. وأحد وزراء البعث قال لبعض أصدقائنا ونحن ذاك الوقت في العراق، قال إن السفير البريطاني أو السفير الأمريكي يأتي، ذاك اليوم ماكو سفارة أمريكية ظاهرة خداعا، لكن سفارة أمريكية واقعية موجودة في العراق، يأتي إلى الرئيس ويقول له افعل أو لا تفعل، لا يناقشه، لا يجرأ أن يناقشه، حتى أنك تتمكن أن تناقش الخادم في دارك وخادمك في دارك يتمكن أن يناقشك، لماذا هكذا أعمل؟ قال الرئيس لا يتمكن، وهو وزير، قال الرئيس لا يتمكن أن يناقش السفير البريطاني أو السفير الأمريكي بكلمة لا أو بكلمة نعم. فهؤلاء عبيد أذلاء حقراء من أحقر ما يكون، وحتى أحقر من ابن زياد، وأحقر من الحجاج، وأحقر من نمرود، وأحقر من فرعون، لأن الله يقول في فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، لكن هؤلاء يذبحون الأبناء ويذبحون النساء، وكلكم تعلمون هذا الشيء. فهم أحقر من فرعون ومن ابن زياد. ابن زياد في التاريخ الإسلامي موجود أنه هم أن يضرب زينب عليها الصلاة والسلام بصوته، فقال عمرو بن حريث لابن زياد يا أمير إنها امرأة، والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها، فخجل ابن زياد وهو ابن فاحشة كما تعلمون، ابن مرجانة، مرجانة فاحشة مشهورة، لكن في ابن زياد أكو بقايا خجل، أما في وجه أحمد حسن البكر وصدام وهؤلاء التكارتة العملاء ماكو أقل ذرة من الحياء. واجب فضح هؤلاء، هذا أول ما يجب علينا أن نفضحهم. وأعلموا أن الكلام له أثر. نابليون كان يقول أربعة صحف تخوفني أكثر مما تخوفني 100,000 بندقية. أربعة صحف تخوف نابليون الإمبراطور الفاتح الفرنسي المشهور، كان يقول إن أربع صحف تخوفني أكثر مما تخوفني 100,000 بندقية. هذا صحيح، وأنتم تملكون هذا الشيء ملك اللسان، وتعلمون كم البعث يخافون من اللسان، كم يخافون. الشيء الأول يجب علينا أن نفضح البعث في كل مكان وإلى آخر طاقتنا، في الإعلام، في القلم، في اللسان، في الحركة، في كل شيء، أن هؤلاء عملاء. ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن شاء الله مؤمنون. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يجب علينا أن لا نيأس من طول الطريق، الطريق مو طويل. أما الذين قتلوا منا فإلى الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض ومنتهى أمنية المسلم الشهادة، هذا لا شك فيه،
والإمام الحسين يقول: وإن كانت بان للموت أنشئت لمرئ بالسيف في الله أفضل. الطريق مهما كان طويلا فهو قصير، وفي المثل المشهور: حبل الظالم قصير وإن طال. الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون لما دعيا إلى الله سبحانه وتعالى بهلاك فرعون، قال: قد أجيبت دعوتكما. وبين هذه الكلمة قد أجيبت دعوتكما، هل بقي فرعون؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون، الله دمره. أغرقوا فأدخلوا نارا. الشاه المقبور ما كان في إيران، وكثير من الإيرانيين كانوا يقولون إن غرب كانوا ماخذيه. قرأت أنا في كتاب أن الشاه المقبور كان له 2500 صديق من رؤساء الدول والشخصيات العالمية، هل نفعه ذلك؟ أبدا. إن الله بالظالم لبالمرصاد، والله سبحانه وتعالى يحطم الظالم لا شك فيه، لكن يحتاج إلى مدة، يحتاج إلى مهلة. وعلى قول شيخ عبد الزهر الكعبي الله يرحمه، وهو قتيل البعثيين، لأن البعثيين من أساليب قتلهم يقتلون الناس إما تحت التعذيب كما قتلوا آيات الله السيد قاسم الشبر وعمره أكثر من 90 سنة، وكما قتلوا آيات الله السيد محمد طاهر الحيدر البغدادي في شربة من لبن سما، وكما قتلوا المرحوم الشيخ عبد الزهر في القهوة سما. وسينتقم الله من هؤلاء كما أن أولئك ذهبوا إلى جنان الخلد. على كل حال، الشيخ عبد الزهر الله يرحمه كان يقول: إن الله تعالى يمهل ولا يهمل. الله ما يهمل، الله سبحانه وتعالى لبالمرصاد، والله سبحانه وتعالى سيأخذ للمظلوم من الظالم، هذا لا شك فيه. الشيء الأول واجب علينا أن نكون كما ذكرنا مستقيمين. الأول فضح البعثيين، والثاني الاستقامة والطول الاستقامة، الثالث مساعدة الثوار في داخل العراق، نساعدهم بالمال، نساعدهم بالسلاح، نساعدهم بالدواء، نساعدهم بالكساء، نساعدهم بالتشجيع، نساعدهم بأي وجه ممكن. مساعدة يحتاجون هؤلاء المساعدة، نحن نساعدهم أيضا. وهذه السنة الأخيرة سنة خير وبركة في الحقيقة، لأن الثورة العراقية تخطت مراحل كثيرة وكثيرة من المساعدات الغربية، فقط مساعدة الحسين وليس بحسين، ومساعدة سعود وهو شؤوم وليس بسعود، ومساعدة الكويت. فنحن يجب علينا أن نساعد المسلمين كما هم يساعدون الكفار، كفار البعث، مساعدتهم بالمال، بالسلاح، بالدواء، بالكساء، بالتشجيع، بالدم، بالدم. يا شباب، الآن فصل الربيع، وفصل الربيع فصل هيجان الدم، ومن المستحب شرعا أن يعطي الإنسان الدم، الحجامة كما تعرفون، والفصل، مساعدة منكم للثوار في داخل العراق وللمجاهدين. الثالث أن نساعد الثوار ونساعد المجاهدين على الحدود، هذا هو الشيء الثالث. والشيء الرابع تثوير المسلمين، ثورة. هناك مسلمون خاملون، يجب علينا أن نثور هؤلاء. الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم يقول: إن قسما من الناس يذهبون إلى جهنم يقال لهم: ما سلككم في سقر. جمل أسباب: ولا يحض على طعام المسكين. هو كان ينفق لكن ما يحس للآخرين. هل تصنع مجاهدا؟ هذا هو المهم، أن تصنع مجاهدة، أن تصنع مجاهدة، أن الأخت تصنع مجاهدة أيضا. للمرأة أيضا دور
في التاريخ الإسلامي دور، كلكم تعلمون أن مع كل رجل عظيم امرأة عظيمة، مع آدم العظيم حواء العظيمة، ومع إبراهيم العظيم هاجر العظيمة، ومع موسى العظيم آسيا العظيمة، عيسى العظيم مريم العظيمة، ومع رسول الإسلام العظيم خديجة العظيمة، ومع علي العظيم فاطمة العظيمة، ومع الحسين العظيم زينب العظيمة، ومع الإمام المهدي العظيم نرجس العظيمة. المرأة لها دور كل واقعة، كما أن للمرأة الكافرة دور، يجب أن تكون للمرأة المسدور. هناك امرأة تسمى خنساء من المسلمات، الراوي يقول رأيت خنساء وقد حملت في حرب إسلامية كافرة على بعير شيئا كبير. خنساء ما هذا؟ قالت هؤلاء أولادي الأربعة كلهم قتلوا في سبيل الله ولم تدمع لها عين، قتلوا في سبيل الله أحملهم لأن أدفنهم. المرأة العظيمة لها دور أيضا، وكلكم تعلمون هذا الشيء. فيجب علينا في الأمر الرابع أن نجعل من المسلمين من غير فرق بين المسلم العراقي والإيراني والأفغاني والباكستاني. فالأمر الرابع هو أن نعمل بهذا العمل، وأن نجعل من المسلمين والمسلمات ثائرين. ثورة الشباب، ثورة الشيوخ، حتى الشيخ له ثورة. عمار قتل مع الإمام أمير المؤمنين وله من العمر أكثر من 90 سنة. الحرب الإسلامية الكافرة مو خاص بالشباب كما تعلمون، وكذلك ليس خاصا الدفاع بالرجال، حتى في النساء اكو دفاع إسلامي، وهذا موجود في الفقه الإسلامي. فالأمر الرابع أن نجعل من المسلمين ثائرين إلى إسقاط البعث الكافر بالله واليوم الآخر، وإلى أن تكون هنالك حكومة واحدة إسلامية، 36 مليون في إيران و14 مليون في العراق، يعني معناه حكومة إسلامية ذات 50 مليون مسلم إن شاء الله تعالى. وهذا رهين خدمات المسلمين، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وإن شاء الله تعالى لا تمر الأيام والليالي إلا ويسقط البعث ويقتل صدام، لأن جزاء القاتل القتل لا محالة، ويقتل من ساعد صدام في هذه الجريمة النكراء الشنيعة. وإن شاء الله ترجعون إلى العراق، ويرجع ما يقارب 500,000 مسلم عراقي الآن مهجر في إيران، في يوغوسلافيا، في باكستان، في الخليج، في لبنان، في سوريا، كلهم يرجعون إلى العراق حيث تكون الكلمة لله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين. والحمد لله أولا وأخيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.